وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معظم مشاكل ادويه التخصيص بتتلخص في 3 حاجات. اول حاجه انه اسعارهم غاليه، فعشان تستمر عليها هتدفع فلوس كتير، طبعا دي حاجه وحشه جدا. تاني حاجه انه معظمهم بيبقى ليهم اضرار جانبيه او السايد افكت، فطبعا ناس كتير جدا مش بتبقى مرتاحه وهي بتاخد الادويه دي. واخيرا انه بالنسبه مثلا لو سيده حامل او بترضع بقول لها دايما ما ينفعش. النهارده هكلمكم عن نوع من انواع الكبسولات رائع جدا، آمن جدا، ما فيهوش اي اثار جانبيه، والشريط بتاعه بجنيه ونص بس. فالنهارده هكلمكم عن 3 حاجات مهمه جدا. اول حاجه المكونات بتاعته وهو بيتكون من ايه وفوائده ايه. تاني حاجه هقولكم ازاي تاخدوه عشان تاخدوا نتيجه اعلى، يعني كام حاجه كده تعملوها مع الاقراص دي عشان تاخدوا نتيجه فظيعه. واخيرا في تحذيرات مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتستخدموا الاقراص دي. خليكم معايا وسجلوا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. حاجه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، وفعلوا علامه الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. الحقيقه انا من فتره طويله كنت عايزه اعمل لكم حلقه على الكبسولات دي، بس للاسف هي كانت ناقصه ومش متوفره، لكن من يومين بدات تتوفر بشكل كبير جدا، فعلشان كده انا النهارده هكلمكم عنها. الكبسولات اسمها كبسولات بران، والناس اللي بره مصر لو ما لقيتوهاش في الشكل ده هتلاقوها في الشكل ده اللي هو بايو ييست فورد. طيب البران بيتكون من ايه عشان لازم تعرفوا هو قد ايه مفيد جدا. طبعا البراند عباره عن اصلا رده معالجه بتتكون من حاجات حلوه جدا. اول حاجه نخاله القمح او اللي هي يعني تعتبر الرده، تاني حاجه الياف السيلوز، وتالت حاجه فوسفات الكالسيوم. فوسفات الكالسيوم دي انا بعتبرها من اهم المواد الموجوده في البراند، لانه اصلا الرده بتقلل امتصاص الكالسيوم وبتسبب هشاشه العظام. ففوسفات الكالسيوم بيمنع الرده من ان هو يقلل امتصاص الكالسيوم، وبيخلي امتصاص الكالسيوم شغال عادي جدا، وبالتالي بيمنعني من انه يحصل لي هشاشه عظام. طيب هي دي بقى مكونات البران. البران بيعمل ايه لما باخده؟ اول حاجه ممتاز جدا ان هو بيساعد على الشبع وسد الشهيه، لان هو عباره طبعا عن انه زي ما قلنا الياف، فبتنزل في البطن بتتنفش، فبالتالي اول حاجه بتخليك ان انت مالكش نفس انك تاكل، وتاني حاجه بتقلل كميه الاكل اللي انت بتاكلها. تاني حاجه بقى مهمه جدا في اقراص البران انها بتساعدك على انك تتخلص تماما من موضوع الامساك، لانه زي ما انتم عارفين معظم الناس اللي بتعمل داي بيبقى عندها امساك. فهو البران بيحسن حركه المعده ويحسن حركه الامعاء، وبالتالي بيخلصك تماما من موضوع الامساك، ومش بس كده ده بيقلل احتماليه الاصابه بالبواسير. طيب كده يبقى احنا عرفنا ايه المكونات وايه الفوائد بتاعه اقراص بران. تعالوا بقى اقول لكم ازاي تاخدوها بحيث ان انتم تجيبوا نتيجه عاليه، لانه في ناس تقول لي انا استخدمته ما حصلليش اي حاجه وزي ما انا. لا، انا هقول لكم ازاي تستخدموها بحيث ان انتم تشوفوا فرق رهيب جدا في الوزن. اول حاجه استخدام اقراص البران عباره عن كبسولتين قبل الاكل بساعه مع 2 كوب من الماء اللي هو الحجم الكبير. كبسولتين قبل الاكل بساعه. في ناس بتستخدمها قبل الاكل بربع ساعه وتاكل، طبعا مش هيحصل اي حاجه. في ناس بتستخدم كبسول واحد وتاكل، برده مش هيحصل اي حاجه لو خدتيها في الاكل برده او بعد الاكل، كل ده غلط. تاني حاجه مهمه جدا، لازم تقللوا سكريات وكربوهيدرات. انتوا اصلا كده كده هتلاقي ان انت نفسك مسدود عن الاكل، فتحاول تقلل من الكربوهيدرات والسكريات بشكل عام. تالت حاجه زودوا من الخضار والفواكه في الاكل بشكل كبير، لان دي طبعا برده تعتبر الياف مفيده جدا، فغير انها هتخسس كمان هتسهل في حركه الامعاء بشكل اكبر. واخيرا كل يوم بس نمشي نص ساعه. لو عملتوا الحاجات دي، اول حاجه تاخدوها قبل الاكل بساعه مع 2 كوباية ميه، تاني حاجه ان انتوا كمان تمشوا مدة نص ساعة، وكمان تكتروا من الخضار والفواكه وتقللوا من الكربوهيدرات والسكر، هتشوفوا نتيجة بجد وهمية جدا. كده بقى نيجي لنقطة مهمة جدا في الفيديو واخر نقطة، وهي تحذيرات مهمة جدا وانتوا بتاخدوا البران. اول حاجة اوعوا تاخدوا البران او الاقراص دي من غير ما تشربوا مية كتير، لانه ممكن يحصل انسداد في الامعاء او انسداد في المريء. فلازم تاخدوها زي ما قلت مع 2 كوب ماء يكون الحجم الكبير. تاني حاجة بلاش الافراط فيها، لانه زي ما قلت هي فعلا مش بتسبب هشاشه عظام، لكن لو انتوا كترتوا قوي قوي ممكن يحصل هشاشه عظام او يحصل ضعف في الاسنان.
تالت حاجة مهمة جدا وهي نصيحة مني لكل واحدة حامل او بترضع، هو احنا قلنا الكبسولات مفيش مشكلة منها، بس برضو قبل ما تستخدميها لازم ترجعي للدكتور واسأليه. اتمنى تكونوا استفدتوا وتكون الحلقة عجبتكم وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك سبسكرايب شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.